طلعت من الغار هلا. بس لا والى جي لهون شوي نحن على اساس بمنطقة امنة وعلى اساس انه في منطقة خفض تصعيد عندنا بالمنطقة هون بالكامل. هالشيء هذا ما لمسناه نهائيا، كون الجيش لا له امان ولا له عهد ولا له ميثاق يرتبط فيه. كثير عم يصير جرحى وعم يصير قتلى وعم يصير من يومين في 12 13 جريح، في شهيد كانوا بالارض الزراعيه، كانوا عم يشتغلوا باراضيهم عم يشتغلوا، فاجتهم قذيفه قتلت منهم وجرحوا الباقيين كلياتهم. تعرضت منطقة ريف حماة الشمالي الليلة الماضية بعد الساعة 12 إلى قصف عنيف برجمات صواريخ. تركز القصف على مدينة اللطامنة ومدينة كفرزيتي. طبعا كل يوم في خروقات للنظام ونحن كفريق دفاع مدني ما بنقدر نوصل لها. تعمل فرق الدفاع المدني يوميا على تفقد مكان القصف وإسعاف الجرحى.